يوسف بشا الموهبة التونسية الرائعة اللي فجأة ما شاء الله عليه معنى ابرز بلغة الكرة ترشق ما شاء الله عليه ربي يحفظه ان شاء الله. هاي فماش حويجة سي جوهر خليني نمشي معاك بالنسبة ليوسف بشا راهو باش نقول لك يمكن حتى من المشتاء معناتها من الميركاتو اللي فات كل شيء ثم العديد من الاطراف اللي هي انتريسي بيه معناتها ثم برشا ناس تسأل عليه ثم بيان سور c'est un joueur qui est talentueux qui a fait ses preuves et les cadres y est là de choix et de choix manette que ce soit les diverses variétés les temps de jeu marat star match marat kaza marat kaza l'intouat barcala ou la assassi ou la manette la différence au milieu ou هذا باي que ce soit les diverses ou que ce soit حتى المنتخب بقى ما نجموش نحكيوا توا على دي زوفر اوفيسيال من ثم العديد والعديد من الأندية اللي هي مهتمة بيوسف بشا والتابع فيه ومهتمة يمكن إذا كان الأمر معناتها باش يصير وأنه باش يصير ثم معناتها دي بروبوزيسيون ولا دي زوفر أوفيسيال إذا كان الوقت نعلموكم أما تبقى ثابت وأنه ثم عديد الأطراف اللي مهتمة ثم فريق ظهر لي مهتم من دون الناس الكل ظهر لي الفريق هذا ما تحكيش عليه برشا في وسائل الإعلام التونسية فريق لعب فيه نجم قديم في الكرة التونسية وفي نادي صفاقسي ميساش بالاشارات تقول لي فما ولا ما فماش ثم برشا راهو ثم لو نومبر اللي النومبر كبير برشا معناتها اي ثم ينجم يكون موجود نحكي على اجاكس اي اما كيما قلت لك راهو سي 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 دي معناتها سي دي بارول سي دي ناس تسال ناس تشوف ناس تقصي بلغتنا العاميه اما ما فماش يا بايو معناتها ما فماش حاجه كونكريت اوفيسيال مازال باهي خليني نقولها مثالش على لساني في الاذاعه الوطنيه التونسيه اجاكس امستردام الهولندي مهتم ما قلناش عرض رسمي واتفق وعمل له عمل مهتم بالتعاقد بيوسف بش باهي ان شاء الله ربي يسهل اللي فيه الخير.